النهاردة محكمة جنايات المنصورة قررت معاقبة 23 متهم حضوريا بالسجن لمدة سنة في قضية محاكمة 42 متهم بقرية شبرا البهو. فاكرين حضراتكم الواقعة المؤسفة اللي كانت في مركز أجا بمحافظة الدقهلية؟ لو تفتكروا انه هما كان في جثمان الدكتورة سونيا عبد العظيم عارف بالقرية، لما توفت بفيروس كورونا، هي كانت جاية من بره على ما أعتقد، ولما توفت بفيروس الكورونا عملوا مشكلة ورفضوا ان هم يدفنوها ورفضوا ان هم يصلوا عليها. النهاردة الحقيقة المحكمة قررت معاقبة 23 منهم حضوريا بالسجن لمدة سنة في هذه القضية. كام سنة؟ وقادت أيضا المحكمة بالسجن لمدة 3 سنوات لعامل المسجد بالقرية ووالده للاتهام بإذاعة الخبر بوصول حالة مصابة بالكورونا للدفن بالقرية، لأن هم عملوا زي ما شفتم أزمة كبيرة جدا، وقضت بالسجن لمدة 10 سنوات على 17 من المتهمين الهاربين. معايا الدكتور عارف عبد العظيم شقيقة المرحومة سونيا، دكتورة سونيا عارف، مساء الخير. أهلا أهلا أستاذ إيهاب، أهلا بحضرتك و الله يخليك، الله يخليك، بشكرك. ومرة تانية احنا طبعا بنعزي في الدكتورة سونيا، لأن الحقيقة يعني كانت واقعة مؤسفة وكلنا تأثرنا بيها وما كانش ينفع انه يحصل ده. والله بقى انت عارفة، يعني انت عارفة الكورة وكل واحد يعني على قده، والناس كانت خايفة ان هو مثلا يكون مرض منتشر او وبائي منتشر وكده، فكان هل هو خوف، هل هو تحريض، هل انت عارفه برضه الناس اللي هم على قد فكرهم. ايوه. لكن الحمد لله، يعني طبعا بنشكر القيادات السياسيه كلها على راسهم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي والمحافظ ومدير الامن ووزير الداخليه والناس دي كلها، الناس الحقيقه عملت واجب جامد. ويعني فتحت هم النهارده كمان، يعني المحكمه اهيت، يعني على ما اعتقد كل واحد اخذ حقه، في ناس اتسجنت والله احنا خدنا حقنا يومها، 17 احنا خدنا حقنا يومها ان هم الناس ديت وقفت معانا وفتحت الطريق وحطينا الجيش معانا، يعني بكل فخر وعزه دخلونا يعني جابوا لنا حقنا، وده حق الدوله بقى. يعني اكيد اكيد وهي الدوله اكيد عملت كده، لانه يعني ما ينفعش انه المنظر اللي احنا شفناه يتكرر تاني. ما انا بقول لحضرتك، هو الموضوع ان هي دي بس ده حق الدوله، دي مقاومه الناس للقوات وللمدير الامن والقيادات اللي هي التنفيذيه ديت، يعني ما كانش يجب يحصل حاجه زي كده. طبعا الدوله قويه وفيها قانون، وما ينفعش الهرجله وما ينفعش الاعتراض على حاجات يعني هي مش بايديها ان هي جالها الكورونا. بنشكر طبعا سياده المحافظ ورئيس جامعه القاهره واللي بيدفن، بس احنا عايزين نفهم الناس برضو حضرتك انه اللي بيدفن وهو عنده كورونا بيبقى كل الاجراءات الاحترازيه يعني متاخده، وكل متاخده وبيتم دفنه بطريقه صحيحه وما بيتفتحش عليه غير بعد فتره معينه. بقول لحضرتك هي كانت جايه من المستشفى العزل النجيله. بقول حضرتك، وطبعا مع التامين بتاعها ومعها الورق وكل حاجه بتاعتها. أيوة. الناس بتوع الطب الوقائي عملوا الواجب ونزلوا يفهموا الناس، الناس طبعا ما فيش خالص قادرين يسمعوا، يعني مش مدين لنفسهم مساحه يا جماعه. هو اتكرر الموضوع ده كذا مره في الدقهليه وفي الغربيه وفي دمنهور، يعني الحقيقه للاسف في ناس يعني ما عندهاش فكره صحيح الموضوع ده، يعني بيكبر دماغه ويبهدل نفسه ويبهدل الناس معاه، فده مشكله يعني برضه نعذر الناس دي. بس احنا يعني حقيقه التلفزيون والاعلام كله حقيقه بنشكرهم، يعني ياما عملوا مقابلات وتوعيه للشعب ولكن ما فيش فايده بنسمعه كده. يعني صحيح، وهم اطلقوا اسم الشهيده الدكتوره سونيا عارف على اسم مدرسه تقريبا في الدقهليه. مدرسه، وبنشكر طبعا رئيس جامعه القاهره عمل لها برضو قاعه هناك في جامعه القاهره باسم الدكتوره سونيا. طيب أنا بشكر حضرتك، وعزانا مرة أخرى للدكتورة سونيا عارف. الحكم ده رادع و
لأي حد يتخيل إن هو لو اعترض وبلطج وعمل مشاكل ولم الناس إن هو هيوصل لشيء. ما كانش ينفع المنظر اللي حصل مع الشهيدة الدكتورة سونيا عارف، الناس كلها البلد اتقلبت وطلعوا ووقفوا ورفضوا دفنها ورفضوا الصلاة عليها، والدولة قوية والدولة عارفة بتعمل ايه. لو الدولة شايفة انه في خطر على دفنها في هذه المنطقة، هي او اي حد بيموت بفيروس الكورونا، اكيد مش هتعمل ده، لان الدولة اكتر واحدة عايزة تقلل العدوى بفيروس الكورونا وتوقف الفيروس والناس خلاص تتعالج كلها ان شاء الله ونرجع الحياة الطبيعية. فأكيد لو الدولة شايفة ان ده كان غلط، أكيد كانوا طلعوا قرار بعدم دفن الموتى المصابين بفيروس كورونا في المدافن. فاصل ونواصل.